معناها نفس الوزن الشرعي واللي معناها الجامعات الكل. إذن حبيت نشير في البداية إلى أنه العنوان يعني الدور المجتمعي للجامعة هو معنى توارد كثيرا معناها على كامل تقريبا صفحات الميثاق منذ الصفحة الأولى منذ التوطئة، يعني حطينا كونه هو يعني هذا الهدف أو من جملة الأهداف التي ترمي إليها الجامعة وتقوم بها الجامعة هو تأهيل أجيال متعاقبة من الخريجين أشعوا على البلاد تكوينا وتنويرا وبناء بما اكتسبوه من فكر حر ناقد وعقل باحث مبدع. يعني هنا إشارة إلى دور الذي قامت به الجامعة في كونها كانت الحصن الوحيد في فترة ما الذي يعني يذكي الفكر الناقد. وكم كان مجتمعنا محتاجا أيام الاستبداد إذن الطويلة أو سنوات الاستبداد الطويلة، كم كان في حاجة إلى فكر الناقد، يعني بشر يقول للسلطة لا، يقول لها كفى لا للتوجهات الخاطئة وكفى معناها للسياسات والسلوكات المهينة للمجتمع والمهينة إذن للقوى الفاعلة في المجتمع وعدم الاستماع إليها والإنصات فقط معناها للتوصيات الخارجية. يعني كانت الجامعة هي هذا المعقل الذي كانت تصدر منه الأفكار النقدية في الوقت الذي كانت كل أصوات المعارضة وكل الأصوات الناقدة يعني غير قادرة على التعبير عن نفسها. وبالتالي هذا الدور المجتمعي الأول الذي قامت به الجامعة منذ السنوات الأولى وبرز منذ بداية السبعينات، يعني كان موجودا وكامنا منذ السنوات الأولى لكنه برز منذ السبعينات، يعني منذ أن توخت الدولة سياسة ليبرالية أصبحت يعني تكرس ثمار النمو إن وجد يعني لفئة قليلة من المجتمع والبقية يعني سائرة نحو المزيد التفقر. ثم من بعد التوطئة يعني إصرار الجامعيين وهياكلهم العلمية والنقابية على الالتزام بتلك الضوابط وكسب الاعتراف بحرية التدريس، لأنه يعني من مشمولات الجامعة هو الحفاظ على حرية الدرس وبالتالي على محتوى الدرس، لأن هذه هي القيمة متاع الحرية الأكاديمية، هو أن يقع الإصداع بالحقيقة التي وقع التثبت منها وتمحيصها عن طريق البحث العلمي. يعني لا بد أن يقع الإصداع بها للمجتمع وأن يتأسس على أساسها المجتمع وأن يقع إصلاح المجتمع إذن على هذا الأساس. وهذا ما يفسر لماذا كانت الجامعة يعني مستهدفة من طرف السلطة ثم حتى بعد الثورة مستهدفة يعني من طرف غلاة الدين، لأنهم يعلمون كلهم بأنه لإخضاع المجتمع لا بد من البداية بإخضاع الجامعة. يعني كان هذا هو رهانهم وسقط هذا الرهان سواء بالنسبة لنظام الاستبداد أو بالنسبة يعني لغلاة التطرف الديني. وبالتالي يجب إذن أن نثمن هذه الأدوار الأساسية التي لعبتها الجامعة سواء معناها قبل الثورة أو بعدها، كانت دائما على عكس يعني ما يراد إشاعته من أن الجامعة متقوقعة بين جدرانها، يعني كان لها صدى وكان لها يعني رد الصدى أيضا، يعني كان هناك تفاعل علاقة تفاعلية بينها وبين المجتمع خولت لها لعب هذا الدور يعني بنفس طويل وبتواصل وعن طريق إذن أداة المعرفة والعلم الصحيح الناتج إذن عن الأعمال البحثية. ثم كذلك يعني الإقرار بأهمية البحث العلمي بمختلف أنواع، هذه كلها معناها موجودة معناها في صفحة 24 مثلا، ودوره في الارتقاء بالمستوى التعليمي الجامعي وبمستويات التعليم الأخرى،
قسم اختيار المواضيع البحث، هذه كلها أدوار قامت بها الجامعة، وكل ذلك إذن ساهم في تحقيق إضافة لتنمية البلاد مثل ما قلنا. وبالتالي يعني كان مطلوب دائما من الجامعة أن تقوم بهذا الدور المتمثل في أنها تكون مختبر للمعرفة ومختبر للأفكار بصفة عامة، يعني لتركيا ولا يسميها think tanks، يعني مختبر الذي يعني يقع فيه التفاعل مع المجتمع وتلبية إذن حاجياته المعرفية. ومن أهم هذه الحاجيات إذن هو إبراز الحقيقة ومحاولة أيضا توظيفها في المجتمع، لأن الجامعة كانت في نفس الوقت الذي تنتج فيه المعرفة هي تشع بها على المجتمع من خلال إذن الأعداد المتزايدة من الطلبة الذين يأتون من كل أصقاع البلاد ويأخذون هذه المعرفة، ثم يتظاهرون أيضا ويقدمون التضحيات للإصداع إذن قلت بهذه الأفكار التي يجب أن تكون عوض الأفكار التي تسير عليها البلاد. اللي حبيت نقول لأنه ما سمش برشا وقت، لكن تلقاو هذايا كل الأفكار هذه مبثة أو منبثة إذن بين صفحات، تقريبا كل الصفحات فيها أفكار، ثم حتى بالنسبة للصفحات الخاصة بتكوين الطلبة، يعني قلنا أنه من الأهداف الجامعة هي البعث إذن طالب يكون مواطنا نافعا لبلاده ومجتمعه ومتفتحا على العالم وملتزما بقضايا المجتمع الإنساني العادلة، يعني هذا البعد إذن الإنساني الاجتماعي والإنساني الذي يتجاوز المجتمع التونسي لربط إذن علاقات متنوعة مع بقية مجتمعات العالم، وهذا إذن أمر مهم لأن الجامعة أيضا لها نظرة استشرافية على الطريقة التي يجب أن تكون عليها سلوكات المجتمعات مع العلم وسلوكاتها إذن في طريقة تسيير البلاد. اللي حبيت نقوله أيضا من الناحية الشكلية واللي نكرر معناها مرة أخرى واللي قالوه معناها الزملاء الذين تدخلوا، هو أن الميثاق الذي بين أيديكم هو ميثاق ما زال في تطور الإنشاء، يعني هو في طور الإنشاء، يعني مهاج هذه النسخة النهائية، وإنما يعني انتظارا لملاحظاتكم سوف الكثير منكم يعني من الذين سوف يتدخلون سوف يجدون صدى للأفكار التصحيحية والإضافة التي يعني هم مدعوون اليوم للقيام بها. إذن حبيت أن أقول كونه الجامعة قامت بدورها في الماضي وتقوم به الآن ومطالبة بأن تقوم به في المستقبل، لأن المجتمع هو في حاجة دائمة إليها. اليوم مثلا على ضوء الأشياء التي حدثت بعد الثورة، يعني الجامعة كانت المستفيد الأول، إذن هي أفادت المجتمع بأن كونت تلك الأجيال المتعاقبة من المتكونين والذين يعني أصبحوا عماد التنمية في البلاد من خلال مختلف الوظائف ومختلف الأعمال والخبرات التي يحتاجها المجتمع إذن في إنتاجه وفي الخدمات التي يقدمها. ثم إلى جانب ذلك إذن هي انتفعت، كانت أول منتفع من الثورة من خلال إصلاحات سريعة وهامة وجوهرية وهيكلية في تحسين مردود الجامعة، اللي هي معناها إرساء الانتخابات في كل معناها الأجزاء، كانت قبل محصورة إذن في عدد قليل تقريبا 10 من 200 مؤسسة كانت تقع فيها الانتخابات معناها لتولي المسؤولية البيداغوجية والعلمية والإدارية، يعني انتخاب المديرين والعمداء، ثم أيضا الإنهاء الرقابة اللي كانت على التواصل الإلكتروني اللي كانت تعطل معناها عمل الجامعيين،
ثم كذلك يعني إلغاء الأمن الجامعي الذي كان يلعب دور يعني المضيق على الحريات والمضيق على العمل الأكاديمي الصحيح. جملتين فقط نكمل بهم. بالنسبة للحاضر توكاي، شنية أهم الأشياء اللي أضافها دستور البلاد للجامعة؟ هو أنه أقر الحريات الأكاديمية في دستوره، وهذا كان حلم الجامعيين. ثم من ناحية ثانية أنه فتح لها، وهذا أشرنا له معنا في الصفحة 28، في آخر الصفحة 28، استشراف المستقبل والتفتح على المجتمع والتفاعل معه بداية من المحيط المحلي، وذلك انطلاقا مما أقره الدستور جان في 2014 من بعض مستويات مختلفة من الحكم المحلي. إذا إيجاد الحكم المحلي مش يعطي أيضا امتداد جديد للجامعة في المجتمع القريب بتاعها، لأن الجامعات اليوم والمؤسسات الجامعية منبثة في كل أجزاء البلاد، وهذا يعني يؤهلها لكي تلعب دورا تنمويا مباشرا، يعني القيام بالدراسات، الأبحاث الميدانية، الاستقصاءات، المخططات للتهيئة والتنمية التي تتطلبها كل جهة، وهذا معناها مجال فسيح لأن يكون للجامعة دور مستقبلي هام. ثم أيضا الفكرة الأخيرة هو أنه يعني نرجو ونأمل أن يكون هذا الميزان